بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا تيست نمبر 20 أو النموذج 20، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نمبر 1، to help means to assist، يعني يساعد. طبعا help يساعد، و assist يساعد، persist يقاوم، insist يصر، aid يساعد. طبعا هنا إيه، لكن protest يعني يحتج. two antonyms for messy، يعني اتنين مضاد لكلمة messy are orderly. طبعا order يعني نظام، يبقى orderly يعني بنظام. not يعني طبعا مقصرات. neat يعني دقيق، طبعا هنا neat لإما شيء منظم أو شيء مرتب. بالنسبة ل choose one answer، you will not pass the exam، يعني سوف لا تجتازي الامتحان. you start revising immediately، إذا لم تبدأ مراجعة بانتظام. طبعا إذا لم اليمين unless. she advised him space sun cream، sun cream. طبعا هنا she advised him to put on sun cream، يعني إيه، يضع كريم وقي للشمس. bacteria is to space as feet to feet، طبعا bacteria feed food يبقى جمع المفرد، يبقى مفرد ايه، bacterium. bacterium يعني نوع من البكتيريا مفرد. a space it to smoke in a petrol station، طبعا هنا محطة بنزين، يبقى طبعا ده محرم. you are banned to smoke، you are banned، او it's banned. طبعا هنا it's banned، it's banned يعني محرم. to smoke in a petrol station، طبعا it's banned يعني ممنوع. it's banned يعني ممنوع. طبعا it's banned to smoke in a petrol station، لكن لو قلنا you are banned هنقول you are barred from، you are banned from smoking. the offer is based only to new members، the offer العرض. طبعا هنا applies only to new members، العرض طبعا يلبي to new members، للأعضاء الجدد. طبعا applies to، apply to، لكن develops blocks shares يشارك. I had lunch after that، I was space to bed. طبعا after that بعد ذلك. I went، الحدث الأول اللي هو الماضي البسيط I had lunch، بعد ذلك اللي هو الماضي الحدث الثاني طبعا هو ذهب للفراش، فطبعا يبقى ماضي بسيط. الحدث الأول ماضي تام، والحدث الثاني ماضي بسيط، فأول اثنين جعلوا ماضي بسيط، يبقى I went to bed. عارفين أن after that بتساوي before يعني بعد. mom asked me to space tea in the shopping list، طبعا هنا mom asked me to include tea، ما طلبت مني ان انا اتضمن الشاي في قائمة المشتريات. he is space you can depend on him، طبعا هو شخص مستقل او معتمد على نفسه، ممكن تعتمد عليه. طبعا independent يعني مستقل. سما space she was living in Cairo، طبعا هنا سما said قالت she was living، ليه؟ لأن ما عندناش object مفعول، يبقى said. someone has forgotten space money on the table، someone has forget their money. طبعا هنا someone زي anyone everyone، تعامل معاملة المفرد على إن فعلها has، ويعود عليها ضمير جمع. this is the company Hind works in، طبعا هنا where Hind، حيث تعمل. the couple were found guilty theft، طبعا هنا the couple were found guilty with a theft يعني بالجريمة. طبعا هنا guilty with theft ولا of theft بالسرقة، طبعا theft اللي هي السرقة، يبقى هنا guilty بجمع حرف الجر أو guilty of. علي loves his job because it's very، طبعا علي بيحب وظيفته لأنها more مجزية. طبعا هنا rewarding، rewarding يعني مجزية. as base is a warm cover in bed، يعني غطاء دافئ على الفراش. طبعا هنا blanket يعني بطانية،
لكن بيلو للوسادة شيت ملاية بنجين فراش. بالنسبة للباسيج تشيس is called the game of kings. الشطرنج يطلق عليه لعبة الملوك. People have been playing it for over 500 years. الناس بتلعبه منذ أكثر من 500 عام. Chess is based on an older Indian game. الشطرنج معتمد على لعبة هندية قديمة. That chess we play today is from Europe. الشطرنج اللي بنلعبه الآن من أوروبا. Chess is a two-player game. يعني لعبة ثنائية أو لعبة تحتوي على اثنين لاعبين. Each piece moves in a special way. كل قطعة بتتجه إلى أو بتتحرك في اتجاه خاص. One piece is called the king. واحدة تسمى الملك. Each player has one. كل لاعب معاه واحدة. The players take turns moving their pieces. اللاعبة بيتناوبوا الأدوار في تحريك هذه القطعة. The game ends when a player loses his or her king. اللاعب يخسر لما يفقد الكينج أو الملك الخاص به. Some people think that chess is more than a game. بعض الناس بيعتقد أنها أكثر من لعبة. Because good chess players, لأن اللاعب الجيدين, use their brains, بيستخدموا عقولهم. They take their time, بياخدوا وقتهم. They think about what will happen next, بيفكروا في اللي هيحصل بعد ذلك. These skills are useful in life. هذه المهارات مفيدة في الحياة. Chess is like a war out for mind. يعني عمل كده للمخ. You don't have lots of time to think when playing chess. يعني ما بيكونش عندك وقت طويل لتفكير في لعبة الشطرنج. There is type of chess with short time limits. هناك نوع يحتاج إلى وقت قصير. It's called blitz chess in which each player gets 10 minutes. كل لاعب يحصل على 10 دقائق. To use for the whole game. للوصول أو الحصول على لعبة بالكامل. You need to hit the clock once you finish your turn to stop your time. يعني محتاج تطرق الساعة لما تنهي الوقت. To stop your time, توقف الوقت. And start the other player's time, وتبدأ وقت اللعب الآخر. If you run out of time, لو استنفذ وقتك, you lose, بتخسر. Computers have been playing chess since the 1970s. الكمبيوترز طبعا لعبة الشطرنج منذ 1970. At first they didn't play well, ما كانوش بيلعبوا الأول جيد. As time went, ومع مرور الوقت, on they grew stronger. In 1997, a computer breed the best player in the world. الكمبيوتر هزم طبعا هنا أفضل لاعب في العالم. For the first time, لأول مرة. She's a sure has come a long way. يعني وصلت إلى طريق طويل. What's the author's purpose in writing the second paragraph? طبعا paragraph الثاني. To explain some rules. يستنتج قواعد. To compare different types of games. يقارن ألعاب. To talk about game pieces. قطع اللعبة. To persuade people to play chess. عشان يقنع الناس يلعبوا. طبعا paragraph الثاني. Some people think that chess is more than difficult, but because good chess players use their brain, they took their time, they think about the plan, their skills are useful. Chess is like, طبعا هنا بينما مهاراتهم. يبقى to explain, to compare, to talk about some, to persuade people to play. طبعا هنا to persuade people to play, عشان يقنع الناس يلعبوها. Which isn't a reason that chess is a good workout for minds according to the text. يعني ليست سبب. Good chess players think about what will happen, بيفكروا. Good chess players take a lot of risks, بيتعرضوا للمخاطر. Good chess players take their time, بياخدوا وقتهم. Good chess players use their brains. طبعا هنا بيتعرضوا للمخاطر. How long have people been playing chess? من أكثر من, طبعا هنا بقول لنا في الباراجراف نمبر 1 over 500 ولا 100. طبعا هنا over 500 years. over 500 years يعني من اكثر من 500 عام. over 500 years. Where did the game that chess based on come from? طبعا اللعبة جت منين؟ يوروب, انديا, امريكا. a lot of these. طبعا اعتقد ان هي انديا بدايتها. The game came from, طبعا بيقولها chess is based on
an Indian game، يعني من لعبة هندية بينها جاية أساسها من الهند. Which best describes the main idea in the fourth paragraph، البراجراف الأخير. This paragraph argues that players should think less، يفكروا أقل. This paragraph explains how play the chess is played، يعني اللعبة دي بتلعب إزاي. This paragraph explains the time work. This paragraph describes many different ways to play chess، يعني الطرق للعب. طبعا باراجراف نمبر 4 1 طبعا ده 2 طبعا الباراجراف there is a type of chess with short time there is a type of chess with short time limits it's called blitz chess in which، وبعد هنا قال لنا computers have been playing chess since and it didn't play. فلو جينا نشوف chess يبقى بيتكلم عن الباراجراف، احنا بقول لنا which best describes the main idea in the first paragraph. طبعا the paragraph describes many different ways to play chess، يعني طرق للعب chess. طبعا هنا اعتقد انه بيتكلم عن this paragraph explains how blitz chess is played، كيف تلعب لعبة البلايتز. How is blitz chess different from regular chess، يعني مختلفة عن. Each player has two kings، لي ملكين. Players are blindfolded. Players only have 10 minutes to play، طبعا هنا 10 minutes. Players start from a random position، طبعا هنا have 10 minutes to play، يعني عندهم 10 دقايق للعب. When did a computer first beat strong، طبعا هنا player in the 20s in the 70s in the 90s in the 80s، طبعا هنا in the 20s في العقد العشرين، لأنه هنا العقد يعني من العشرينات. طبعا هنا 1900 تقريبا 1997، يعني اللي هو العقد اللي هو العقد في العشرين لين السبعة، in the 90s، طلع 90 من 90 ل 99 يبقى هنا in the 90s. Thanks to modern technology in the field of communication we can communicate with others all over the world، بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات يمكننا التواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم. شكرا، طبعا خطأ، أعتقد بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الاتصالات مع الآخرين في جميع أنحاء العالم. طبعا الأولى زي الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات، طبعا هنا in the field مش في مجالات، في مجال الاتصالات يمكننا التواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، طبعا هنا letter D. حقق يحلم كل طالب أن يحقق النجاح في كل شيء في حياته، فجميع الطلاب يرغبون في الحصول على وظيفة جيدة ووضع اجتماعي مرموق. Every student dream of achieving success in everything in their life. All students want to have a good job and a prestigious social status. Every student dreams of، طبعا تعامل معاملة المفرد يبقى هنا dreams، لكن dream ده خطأ، dream of achieving success in everything in their life. All students want to have a good job and a prestigious social status. All students طبعا يحلم كل all students dreams، وطبعا all students مفروض تبقى all students فدي خطأ. Every student dream of، طبعا every student dreams of اللي هي letter B. بالنسبة عندنا للريدر، سيلفر had two offers to Jim and both were surprising. Explain طبعا ايه هي العروض اللي عرض عليه. سيلفر had two offers، طبعا العرضين اللي سيلفر عرضهم على جيم. First he asked Jim to join the pirates، الاول طلب منه انه ينضم الى القراصنة. Then he asked him to help him،
وبعد كده طلب منه يساعده. I went down stairs. أنا نزلت في الطابق أو الأدوار السفلى and made a lot of noise وعملت ضوضاء. Then took off my shoes. خلعت حذائي and quietly to another part of the ship. لجزء آخر من السفينة. What does this tell you about Jim؟ ده أخبرنا إن جيم إيه؟ طبعا هنا he wanted to watch hands. كان عايزه يلاحظ أو يراقب hands secretly سريا to see what he would do. عشان يعرف هيعمل إيه. Why did Dr. Livesey think that Silver was frightened? ليه دكتور ليفزي قال إن سيلفر خائف؟ As he didn't have a ship, لأن ما عادش معاه سفينة أو لم يصبح معه سفينة. And the pirates would follow him. وإن القراصنة هي إيه؟ هيتبعوه. بعد كده عندنا write an essay of about 150 words. يعني مقال من 150 كلمة. Why do people travel abroad? ليه الناس بتسافر للخارج؟ طبعا ده موجود عندنا على القناة. ومن هنا وصلنا لنهاية تيست نمبر 20. تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح. ما ننساش طبعا لو عجبنا الفيديو لايك وشير للقناة. وبالتوفيق للجميع. Thank you and goodbye.